عن قريب سيمكن لزبناء اتصالات المغرب تحويل الأموال وإنجاز العملية العادية انطلاقا من هاتف محمول بصورة مؤمنة. هذه الخدمة الجديدة وخدمات أخرى أضحت ممكنة بعد أن تم اليوم التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية تتعلق بإطلاق أول خدمة بالمغرب لتحويل الأموال والأداء عبر الهاتف المحمول. ريبورتاج هشام غرفاوي. موبيكاش خدمة هاتفية جديدة تتيح لأول مرة إجراء معاملات مالية وبنكية عبر نظام الرسائل القصيرة الخاصة بالهاتف المحمول. والخدمة تشمل لأول مرة كذلك ضمن نطاق الشريحة التي يمكنها الاستفادة منها، تشمل حتى الأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية. ممكن بدون فتح حساب بنكي، ولكن غادي يكون حساب موبيكاش بدون من نطلبه من المواطن يكون عنده الحد الأدنى، بحيث أنه كيف ما كان المبلغ غادي يمكن له يفتح هذا الحساب، وابتداء من هذا الحساب غادي يمكن له يؤدي جميع العمليات التجارية والمالية والبنكية. الخدمة الهاتفية الجديدة تأتى إخراجها إلى حيز الوجود بتعاون بين الفاعل التاريخي في مجال الاتصالات بالمغرب ومجموعتين بنكيتين انخرطتا في هذه الخدمة، التي من شأنها تسهيل عمليات الأداء والاستلام والمعاملات المالية بين الأشخاص وبين هؤلاء والمؤسسات. تنظنوا على أن هذا موبيكاش اللي هو يعني كيعتمد على استعمال الهاتف النقال لزبناء ديال اتصالات المغرب، غادي يمكن من الاستفادة لأكبر عدد من المغاربة من الخدمات البنكية، وهو الهدف استراتيجي بالنسبة يعني للأبناك المغربية ككل. وهاد الاتفاقية تتفتح المجال لكل المواطنين المغاربة اللي ما عندهمش حساب بنكي الآن باش يدخلوا الميدان البنكي بجميع الوسائل اللي تتأمن الودائع ديالهم والعمليات البنكية، وهو حساب سهل للتداول. سهل للتداول ومؤمن عبر رقم ورمز سري يمنح للمشترك عند كل معاملة مالية وتجارية قد تتم بينه وبين شخص آخر أو مؤسسة، وكل ذلك عبر هاتف محمول. مكنت التكنولوجيا مع تسارع تطورها من تحويله وتعزيز خدمته ليغزو اليوم جيبا محمول.